مساءكم خير مشاهدينا، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من هنا. مرحبا يا اسماء. عسلامه ابو ثينا وعسلامه مشاهدينا، وحلقه جديده من هنا تحاول بمختلف فقراتها الاجابه عن كل ما يشغل حواء في الموضه والصحه وايضا السياسه. نعم، في هذه الحلقه سنتناول الهوية الشكلية للفنانات، فوبيا الثدي، المواقف السياسية أيضا للفنانين العرب في زمن الثورات، ولكن دعونا نلقي نظرة على مجريات هذه الحلقة. حاليا هلأ صار تقريبا كل فنان عم بيكون عنده مستشار ليهتم بالمظهر الخارجي تبعوله، خاصة باللباس. كل إنسان بده يخاف من النتيجة، لأنه نحن هيدا فحص الثدي بينعمل الست ما بها شيء، جاي تعمل فحص وما حاسه بشيء. واي انسان بده يحاسب الفنانين على مواقفهم بكون عم بيشتغل ضد الديمقراطيه، لانه الفنان لا بيحمل سلاح ولا بيحمل رشاشات ولا بيحارب، هو بيعبر عن رايه الفنان. ضيفتنا في الاستوديو الاستاذه غاده قزان، وهي مستشاره في تصميم الازياء. اهلا وسهلا بك استاذه غاده. اهلا فيكم. سؤالي الأول لأستاذة غادة، هل الفنان هو من يختار هويته الشكلية أم أنه يترك هذا المجال لأهل الاختصاص؟ هلأ بالأول من زمان كانوا أكيد الفنانين بالإجمال هن يختاروا الخط يلي هن بحابين يمشوا فيه، لأنه كل إنسان بيعرف أنه هو عنده ذوقه الخاص وبيرتاح بكل شيء هو بينتمي، اللون المعين أما القماش المعين أما الموديل. بس حاليا هلأ صار تقريبا كل فنان عم بيكون عنده مستشار ليهتم بالمظهر الخارجي تبعوله، خاصة باللباس، لأنه صار في يعني عدة دراسات وفي عدة اختصاصات بيحكموا على الكتفات، بيحكموا على لون البشرة، بيحكوا على لون الغنية يلي هن مختارينها، أي مجال بالفن مشين بقى. هلأ صار في كتير فنانين صار عندهم مستشارين خاصين لهم. تقولوا انه الطبيب بيتعامل مع الاشخاص كرقم شغله شوي دقيقه، يعني ما بعتقد انه الوضع هالقد الاطباء ما عندهم الاحساس والاخلاق تيعدوا الشخص كشخص قدامهم، يعني انا ما بحطها على نفسي. طيب ايش اول التعامل المفروض مع بعد ثبوت الاصابه بعد الفحص، التعامل كيف لازم يكون كي يشعر بالامان؟ يعني الاسلوب كي يشعر بالامان. هو هلا او هي عفوا هلا هيدا حسب المريض المريضه قدي بتستوعب المرض، يعني في ستات بتعرف كل شيء شو هو قديش نسبه ممكن يطلع. هلا خلينا نبلش من الاول، انه احنا مش اكيد مش على طول بنكون اكيدين 100% انه هيدا مرض سرطاني. أوكي. يعني الست فينا نشوف عندها شيء في اللي هو رح نقول درني. أوكي. الدرني حسب شكلها نحن عندنا على الصوره بتفرق نسبه تكون مرض سرطاني ما لا من 2% ل 100%. الفنان ما بيأثر بمواقفه الخطابية، الفنان بيأثر وعلى مدى طويل بأعماله الفنية، بأدائه الفني. يعني لحتى نفهم يوسف شاهين احتاجنا ننطر 25-30 سنة لحتى أم كلثوم تصير شعبية وما تعودش للنخبة، اضطرينا ننطر نصف قرن لحتى نحط عبد الوهاب بمكانه الصحيح، حتى نقول إنه عبد الحليم حافظ ليس مائعا انتظرنا 50 سنة. الفن بده وقت ليشتغل على الذهنيات، وأنا واثق أن الثورة المقبلة في مصر ستكون تلك الثورة الذهنية التي سيقودها الفنانون والكتاب وليس يعني الشارع عنده هموم أخرى في مصر. أكيد. أستاذ إبراهيم العريس، أمل رزق، خليكم معنا، فاصل ونعود مشاهدينا.